حبايبي ان شاء الله نبتدي المراجعه بتاعت الترايجونومتري، يلا بينا. مبدئيا كده احنا اتفقنا ان احنا عندنا التريك كله بيتكلم على حاجتين، ساين لو وكوزاين لو. تعال نبتدي كده بالساين لو. انت عندك اي تراينجل في الدنيا بيتكون من ست حاجات زي ما كنا متفقين، 3 انجلز و 3 سايدز. تمام، 3 انجلز بتوعك A مثلا و B و C، سمي زي ما انت عايز تسمي A B C X Y Z زي ما انت عايز تسمي، ماشي. دي الانجلز بتاعتك، ماشي، والسايدز اللي هي A B و B C و A C. تمام، لو انت قلت لي ال B C ده كنا متفقين ان احنا ممكن نسميه A small بال انجل اللي قدامه، ال B دي السايد اللي قدامه ده اقدر اسميه B small، ال A C ده اقدر اسميه ال A B ده اقدر اسميه C small. تمام، واي تراينجل في الدنيا هقدر اكتب فيه اللوز دي A على ساين A، B على ساين B، C على ساين C equal 2R equal A plus B plus C اللي هو البريميتر بتاعي، مجموع الثري سايدز، ماشي، over ساين A plus ساين B plus ساين C. كنا مزودين حتة كمان كده ان الكلام ده بيساوي 2R. تمام تمام في حد عنده مشكلة في الحتة دي؟ ها اكمل. طيب وكنا قايلين ان السيرفيس اريا اوف تريانجل هاف ملتبلاي اي 2 سايد اي بي ساين سي او بي سي ساين اي. قول قلنا الاريا اوف تريانجل هاف ملتبلاي اي 2 سايد لينس، اي 2 سايد لينس بي اي مثلا يبقى ساين سي، بي سي مثلا ساين اي، اي سي ساين البي. الكلام ده كله area of triangle، ماشي، perimeter sum of three sides، تجمع ال three sides بتوعك يديك ال perimeter. تمام، كنا قايلين ان انت عندك ال A على sin A اقدر اقول ان هي تساوي ال 2R، او ال B على sin B تساوي ال 2R، او ال C على sin C تساوي ال 2R. لو عملت cross multiplication فانت عندك هنا ال A equal 2R sin ال A، او ال B equal 2R sin B، او ال C equal 2R sin C. وعايز افكرك ان الاريا اوف سيركل باي ار سكوير، والسيركمفيرنس اوف سيركل ايكوال 2 باي ار. تمام تمام دي كده اللوز بتاعت ساين لو. تعال نشوف بقى الاسئله. بص كده، بص معايا كده، اول سؤال بيقول لك عندك تراينجل اي بي سي وميجر انجل اي ب 30 والاي سمول ايكوال 6. اتفقنا ان انت عندك هنا لو اداك اي سمول فده قصده السايد، فيبقى اي على ساين الاي ايكوال 6 على ساين 30، ما هو ده بيساوي البي على ساين البي، صح؟ وهو عايز البي على ساين بي، فالبي على ساين بي هي 6 على ساين 30. حط 6 على ساين 30 على الكالكوليتر بتاعتك تلاقي الانسر بتاعك طالع 12، يبقى الانسر بتاعك 12. تمام، تعال نشوف اكزامبل كمان. بص كده قال لك ان تراينجل اكس واي زد، غير الرموز بس وقال لك الاكس ايكوال 7 زين الواي ايكوال. طيب ما انت عندك اكس على ساين الاكس ايكوال واي على ساين الواي، صح؟ الاكس بكام هو مديها لك؟ ب 7. خلاص ما تشيل الاكس وحط 7، يبقى 7 على ساين اكس equal y على ساين الواي. حلو قوي، انت عايز ايه؟ هو عايز الواي ايكوال ايه، فلازم الواي تبقى بلبوصه زي ما كنا متفقين، واي لوحدها، يبقى اعمل كروس مالتيبليكيشن عشان اجيب الواي، فيبقى 7 ملتبلاي ساين واي اوفر ساين اكس يديك 7 ساين واي اوفر ساين اكس.
انهي واحده في التشويسز بتاعتك نمبر بي. تمام؟ ايه مش كده؟ ماشي، تعال نشوف الاكزامبل ده. هو هنا احنا قلنا ان القانون بتاعي هي عجينه في ايدي اقدر العب فيها زي ما انا عايز، بس في حرص. اللي هعمله هنا هعمله هنا. هنا بيقول لك 2 ساين A ماينس ساين B، يبقى تحت حط 2 ساين A، يبقى تحت يبقى 2 A ماينس B، عشان هو هنا عمل ايه في القانون؟ دخل الساين B بالنيجاتيف وحط 2 جنب ساين الA، يبقى الA سمول تبقى قدامها ايه؟ 2 والB قدامها ماينس. تمام؟ يبقى الاختيار بتاعك نمبر B. في حد عنده مشاكل هنا؟ حد عايز يسأل سؤال طيب؟ اللي عايز حاجة يرفع ايده واحنا نفتح له المايك. اوكي؟ طيب تعال نشوف السؤال ده. نفس الفكرة بس خلاها 3A، بدل ما حط 3A يبقى قدام الساين 3، وهنا حط 5 ساين B يبقى فوق 5B من غير ما تفكر. دي سمول اللي هي نمبر كام؟ A. اوكي؟ بيقول لك تراينجل اي بي سي اف الاي 6 سنتيمتر وميجر انجل بي 2 ميجر انجل اي. منتال كده لو انت عندك ميجر انجل بي ب 80 تبقى ميجر انجل اي بكام؟ ب 40. ما هي 2 منها 2 2 منها، يعني 2 ميجر انجل بي قد مرتين ميجر انجل اي. طب انا مش عارف، مش جايه الفكره في دماغي. حضرتك بص تقدر تاخد كل واحده فيهم تساويها ب 80، تاخد ميجر انجل بي تساويها ب 80، ودي اهي 2 ميجر انجل اي، تاخد ال 2 ميجر انجل اي تساويها ب 80. ميجر انجل بي صريحه موجوده ب 80، طب ميجر انجل اي في 2 قدامها، اعمل ديفايدد 2 فيديك 40، هيديك نفس الريزلت. تمام؟ تعالى بقى انت هنا عايز ايه؟ عايز السي، يبقى سي على ساين السي ايكوال السايد اللي هو مديهولك اللي هو الاي على ساين الاي. حلو قوي. الاي بكام؟ ب 6. ساين الاي ميجر انجل اي بكام؟ ميجر انجل اي بكام؟ ب 40، احنا لسه جايبينها، يبقى 40. السي انا عايزها اوفر ساين السي. طب انت تعرف ميجر انجل سي بكام؟ هو مش مديها لك بس انت تعرف تجيبها. سم اوف 3 انجل اوف اني تراينجل 180. هو انت عندك هنا دي 40 ودي 80، ميجر انجل اي ب 40 وميجر انجل بي ب 80، يبقى مجموعهم 120. وعايز تجيب الانجل الثالثه 180 ماينس 120 يديك 60. تمام؟ كروس ملتبليكيشن، يبقى سي ايكوال 6 ملتبلاي ساين 60 اوفر ساين 40، يبقى الزق هنا ساين 60 تحت ساين 40 زي ما هي. امسح بقى الحته دي اهي وحط على الكالكوليتر، حط 6 ساين 60 اوفر ساين 40 ودوس ايكوال، تلاقي الانسر طالع معاك. هنا انت مش محتاج اصلا تحط على الكالكوليتر، هو مريحك حاططها في الريليشن على طول. هنا 6 ساين 60 اوفر 40 اهي نمبر دي. تمام؟ في حد عايز يسال حاجه؟ طيب اوكي نكمل. تعال نشوف الاكزامبل ده. مديك تراينجل اسمه ال ام ان وبيقول لك ساين ال اوفر 3 ساين ام اوفر 3 ساين ان اوفر 4 وعايز الريشيو ال تو ام تو ان. ايه المختلف في القانون هنا؟ التو اللي فوق دي لازم تطير، لان انا متعود وعيني مستريحه على ان يبقى في ساين ساين ساين، مفيش ارقام قدامهم، لا اما كلهم يبقى عليهم نفس الرقم. صح؟ طيب اطير التو دي ازاي؟ التو دي فوق
لو عايز اطيرها فهعمل divide 2 تحت في كله، يعني اعمل multiply 2 تحت، multiply 2 تحت دي اكني عملت divided، يبقى 2 multiply 3 يديك هنا 6، 3 multiply 2 يديك برضو هنا 6، بس في 2 فوق، فال 2 تروح مع ال 2 يتفضل 3 بس. تاني هنا لما عملت multiply 2 فدي بقت 6، لما عملت هنا multiply 2 في 2 فوق، وهو ده هدفي اصلا اللي بعمل multiply 2 عشان ان اطير ال 2 اللي فوق دي، فهنا يتفضل 3 بس، 3 بس. تمام؟ هنا لما اعمل multiply 2 4 multiply 2 يديك 8، يبقى 6 to 3 to 8، 6 to 3 to 8، انا واحده بقى من الاختيارات 6 to 3 to 8 اللي هي نمبر دي. تعال نشوف اكزامبل كمان. The side lengths of triangle are proportional to، ده اللو بتاع الساين لو، يعني بيقول لك التعريف بتاعه ايه؟ Side lengths of triangle are proportional to the sine of the opposite angle. تمام؟ تعال نشوف اكزامبل كمان. دي كرييتيف شويه، بيقول لك ساين اي ايكوال تو ساين سي، والبي سي في 6 عايز الاي بي. لو انت عندك الترينجل ده كده اهو، مسميه انا اي وبي وسي، وبقول لك ساين اي اهي، وانت عندك هنا الاي دي، يبقى السايد اللي قدامها اللي هو سي بي اللي هو اسمه اي سمول، يبقى اقدر اقول بي سي او اللي هو الاي سمول، بس انا كتبت بي سي هنا ليه؟ عشان هو مديها لي بي سي مش مديها لي اي سمول. بي سي اوفر ساين الاي ايكوال البي هنا اهي قدامها الاي سي، فاقدر اقول اي سي على ساين البي ايكوال السي هنا اهي، ايه السايد اللي قدامها؟ الاي بي، يبقى اي بي على ساين السي. ميجر انجل سي هو اللي قايل اهو، الساين اي ايكوال تو ميجر انجل سي، يعني انا اقدر اشيل ساين الاي واكتب قدامها او مكانها تو ساين السي، وفوق البي سي هو مديني البي سي بكام؟ ب 6 ايكوال هنا الاي بي عايزها على ساين السي. تمام؟ في مشاكل؟ مفيش مشاكل ان شاء الله. اعمل ملتبلاي ساين السي في البوث سايدز، ليه؟ عشان طير الساين سي هنا وطير الساين سي هنا. تمام؟ يبقى 6 على 2 ايكوال الاي بي اللي هو عايزها، 6 على 2 يعني ب 3. تمام؟ فكره صعبه، ركز فيها ولو فيها مشاكل اعيدها لك تاني. طيب تعال نشوف اكزامبل كمان. بيقول لك ان تراينجل اي بي سي 2 ساين اي ايكوال 3 ساين بي ايكوال 4 ساين سي، زين الاي تو بي تو سي ايكوال، عايز الريشيو بتاعتك ايكوال ايه؟ احنا اتفقنا في الشكل ده، في الشكل ده اهو، اروح اكتب القانون بتاعي. انت اول ما تتزنق روح اكتب القانون بتاعك، كل ما تتزنق في المساله روح اكتب القانون اهو، اي على ساين الاي ايكوال بي على ساين البي ايكوال السي على ساين السي. تمام؟ هو هنا حاطط ايه قدام ساين ايه؟ حاطط 2، حاطط ايه قدام ساين بي 3، حاطط ايه قدام ساين سي؟ حاطط 4. تمام؟ هتدور على رقم تعمل له ديفيزبل باي الثلاثه يديك هول نمبر. قلنا ما تفكرش، دونت يوز يور مايند، خد اكبر رقم فيهم وزوده، ضعفه. اول ما تضعفه هيبقى 8. شوف ال 8 ينفع يتعمل لها ديفيزبل باي 4 باي 2؟ ينفع يتعمل لها ديفيزبل باي 3؟ ما ينفعش. طب ادور على رقم ثاني ازود ال 8 اللي انا زودتها دي 4 كمان، فتبقى 12 ديفايدد 2 يديك 6، 12 ديفايدد 3 يديك 4، 12 ديفايدد 4 يديك 3. بص طلعت اهي. تمام؟ يبقى الانسر بتاعك 6 تو 4 تو 3 اللي هي نمبر دي.
تعال ناخد الاكزامبل ده كمان. يقول لك the radius length of the circumcircle of triangle ABC of measure angle A 30 وال A small ب 10. ال A small دي اللي هي السايد. يبقى A على sin ال A، ارجع للقانون بتاعك، A على sin A كنا لسه قايلين equal to R. هو عايز ال radius، radius يعني ال R. تمام؟ ال A بكام؟ ب 10 على sin. measure angle A بكام؟ ب 30. حط 10 على ساين 30 على الكالكوليتر تلاقي الانسر بتاعك طالع 20. يبقى ال 2R equal 20. انت عايز ال 2R ولا عايز ال R بس؟ عايز ال R بس. يبقى divide ال 2 يديك 10، يبقى ال R تطلع ب 10. تمام؟ تعال نشوف اكزامبل كمان. بص كده بقول لك ان تراينجل اي بي سي 2R ساين اي ايكوال، هي هتطلع على فكره ايه من غير ما تفكر ايه، بس بص كده انت القانون بتاعك ايه على ساين الاي صح؟ لسه قايلين ايكوال 2R. لو عملت كروس ملتبليكيشن يبقى الاي ايكوال 2R ساين الاي، بس خلاص يطلع ان 2R ساين اي ايكوال اي، واي شكل يديهولك كده يديك 2r sin مثلا x يبقى الانسر بتاعك x سمول، يديك 2r sin z يبقى الانسر بتاعك z سمول. تمام؟ طيب هنا بقى مغير، بيقول لك انترانجل اي بي سي والاكسبريشن اللي مديهولك 4r sin 2 مش 2، يعني 4r sin a مش حاطط 2 حاطط 4. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو رحت قلت مثلا ايه على ساين ايه، احنا لسه متفقين ان هي ب 2R، هو خلاها 4R ازاي؟ عمل ملتبلاي 2. لو عمل ملتبلاي 2 لبوث سايد فدي تبقى 4R، طبعا ما ينفعش يعمل ملتبلاي 2 هنا ويسيب دي من غير ما يعمل فيها ملتبلاي، فلما يعمل ملتبلاي 2 هنا لازم يعمل ملتبلاي 2 هنا، لما يعمل ملتبلاي 2 هنا تبقى 2A over ساين الاي. لما اعمل بقى كروس ملتبليكيشن تبقى 4R ساين ال A ايكوال كام؟ بص بقى هنا انا عملت كروس ملتبليكيشن 4R ساين ال A يديني 2A. تمام؟ بيقول لك تراينجل اسمه اي بي سي از ان ايكيولاتر تراينجل. يعني ايه ايكيولاتر تراينجل؟ يعني مجموع السايدز اللي فيه كلها 180 دي اول حاجه، وكل الانجلز قد بعض، دي 60 دي 60 دي 60 والسايدز كمان قد بعض. يعني زي مثلا هو بيقول لك السايد 10 روت 3، يبقى دي 10 روت 3 دي 10 روت 3 كل واحد فيهم ب 10 روت 3. تمام هو عايز ايه؟ بيقول لك then the diameter length of each circumcircle equal، يبقى عايز الديامتر. هو ايه الديامتر ده؟ هو ال 2R. تمام؟ طيب ما هو الديامتر او ال 2R هي اي سايد لينس على ساين الانجل اللي قدامه والانجل بتاعته، يبقى 10 روت 3 على ساين 60، وحط على الكالكوليتر، حط على الكالكوليتر كده بتاعتك 10 روت 3 على ساين 60، تلاقي الانسر بتاعك طالع ب 20. ليه ما عملتش ديفايد 2؟ عشان هو عايز دايمتر مش عايز ريديوس. تعال نشوف الاكزامبل ده. بيقول لك ان اني تراينجل اي بي سي 3 اي على ساين اي، احنا لسه متفقين ان الاي على ساين اي بكام؟ ب 2R، ده من اللوب ثابت. هو هنا بقى بيلعب معاك، يحط لك رقم فوق يبقى بيعمل ملتبلاي، يحط لك رقم تحت يبقى بيعمل ديفايد. حط هنا 3، حط هنا 3 يعني عمل ايه؟ عمل ملتبلاي 3. دي كده سيبها؟ لا ما سيبهاش، اروح جاي عامل برضه ملتبلاي 3. لما اعمل هنا ملتبلاي 3 فيديني 6R، يبقى انت عندك هنا كام R؟ 6R. تمام؟ تعال نشوف اكزامبل كمان. نفس الفكره اهي، نفس الفكره، بس بقى ما احطش ال 4 فوق، بحطها تحت. ما
معنى انه حط الفور تحت بقت A على ساين الـ A اهي equal كام R؟ 2R. هو هنا حط الفور تحت فانا هروح احط فور تحت هنا، ما هو عمل ديفايد 2 over 4 يديك half، فيبقى الانسر بتاعك half. تمام؟ تعال نشوف الاكزامبل ده. بيقول لك the surface area of the circumcircle of triangle ABC is equilateral and its side length 9 equal. هو هنا عايز ايه؟ عايز الاريا بتاعت ايه؟ السيركل لسه قايلين اريا اوف سيركل اهي، اريا اوف سيركل باي ار سكوير. تمام؟ الاريا اوف سيركل باي ار سكوير، يبقى انا محتاج عشان اجيب الاريا محتاج اجيب الار، والار هي اي سايد لينس، اي سايد لينس على ساين الانجل بتاعته، وده اكيولاترال تريانجل يعني كل السايد قد بعض وكل الانجل قد بعض، مديني السايد ب 9، يبقى 9 على ساين كام؟ ساين 60 ايكوال 2r. حط 9 ساين 60 على الكالكوليتر بتاعتك، 9 على ساين 60 اداك 6 روت 3 ايكوال 2r. لو عايز الار فانا هعمل ديفايدد 2، ديفايدد 2 فيديك 3 روت 3، يبقى الار بكام؟ 3 روت 3. خد ال 3 روت 3 عوض بيها في القانون، يبقى 3 روت 3 باور 2 باي، حط دي على الكالكوليتر تلاقي الانسر بتاعك طالع 3 روت 3 باور 2 27، والزق فيها باي. تمام؟ تعال شوف الاكزامبل ده. يقول لك the area of equilateral triangle whose side length 9 root 3 وسكت. لسه قايلين الاريا بتاع التريانجل مش رايت هاف ملتبلاي اي تو سايد، ما هو الاكيلاتر تريانجل كل السايدز فيه قد بعض، يعني اقدر اقول هاف ملتبلاي 9 روت 3 ملتبلاي 9 روت 3 ملتبلاي ساين الانجل اللي بينهم، ما هو كل انجل قد بعض في الاكيلاتر تريانجل فيبقى ساين 60. حط الكلام بقى ده على الكالكوليتر، هاف ملتبلاي 9 روت 3 ملتبلاي 9 روت 3 في ساين 60 تديك 243 اوفر 4 روت 3 اوفر 4. تمام؟ تعال نشوف اكزامبل كمان. In triangle ABC A over 2R equal to A، ارجع للقانون، انا دلوقتي مزنوق اهو، ارجع للقانون بيقول لك ال A على ساين ال A equal to R. عمل هو ايه هنا مختلف؟ جاب ال 2R هنا، جاب ال 2R هنا ايه بالحب؟ لا، جابها كده عمل لها تشينج مع الساين A، فيبقى هنا عندك ال A over 2R يبقى ودى دي الناحية التانية، حط هنا ايه؟ حط هنا الساين الـ A، بدلهم عمل لهم اكستشينج مع بعض، يبقى عندك هنا ساين الـ A. تمام؟ بص كده يقول لك ABC is a triangle such that AB ب 7 وميجر angle C ب 30 then the radius length of circumcircle of the triangle equal. هو هنا عايز الراديوس، راديوس ومديني ايه؟ الاي بي، اي بي ده اللي هو السي سمول، يبقى سي سمول على ساين السي ايكوال 2R. السي سمول اللي هي ال 7 لسه قايلين، يبقى 7 على ساين ميجر انجل سي بكام؟ ب 30 ايكوال 2R. حط 7 على ساين 30 على الكالكوليتر
7 على ساين 30. اداك 14. يبقى 14 equal to r. انا عايز ال r مش عايز ال 2r، يعني مش عايز الدايمتر. اعمل divided to، فيبقى ال r بكام؟ ب 7. تمام؟ تعال نشوف الاكزامبل ده. يقول لك the radius length of the circumcircle of the triangle ABC in which the A 10 وميجر انجل A ب 30 is، وعايز ايه؟ عايز الراديوس. ما هي نفس الفكره، حط 10 على ساين 30 equal to r. حط 10 على ساين 30 على الكالكوليتر يديك الانسر 20. اعمل divided to يبقى 10. If the diameter length of circumcircle of triangle ABC is 10, then A over sin A equal. هو عايز ايه؟ هو هنا مديني الدايمتر وعايز الـ A على sin A. طب هي هي الدايمتر هو هو الـ A على sin A، مش الدايمتر هو الـ 2R، والـ 2R equal A على sin A، والدايمتر هو مديهولي بكام؟ 10. خلاص يبقى ايه على ساين ايه ب 10. تمام. ان تريانجل اي بي سي ايه على ساين ايه ب 6، زين الراديوس ايه على ساين ايه ايكوال 2R. هو عايز الار بكام؟ عايز الراديوس صح؟ ومديني الايه على ساين ايه ب 6، يبقى دي كلها ب 6 ايكوال 2R. انا عايز ال r، اعمل divided 2 يا ريس يديك 3. تمام. The radius length of the circumcircle of triangle xyz in which x 20 sin x equal. عامل ايه يعني؟ حضرتك هنا عايز ايه؟ عايز ايه؟ هو هنا عايز الراديوس. تعالى بقى لو انا قلت الاكس سحبت دي تحتها فقلت x على sin x equal 20، ما هي x على sin x او اي سايد على sin الانجل بتاعته يساوي 2r، وهو عايز الراديوس صح؟ الراديوس يعني اعمل ده divided 2. لو عملت ده divided 2 فيديك الانسر بتاعك 10. بيقول لك the area of circle passes through the vertices of an equilateral triangle ABC whose side length 9 equal. وعايز ايه؟ عايز area of circle يعني by r square، دي الاريا بتاعت السيركل. هو هنا مديني side length 9 صح؟ يبقى 9 على sin الانجل اللي قدامه اللي هي 60، ما هو equilateral triangle equal 2r. 9 على ساين 60 حطها على الكالكوليتر 9 over ساين 60 يديك 6 روت 3، يبقى 6 روت 3 over 2 كده جيب ال r. حط 6 روت 3 over 2 على الكالكوليتر يديك 3 روت 3 ودي ال r بتاعتي. حط بقى عوض بيها هنا يديك الانسر كام؟ 2 باي 27 باي. تمام. The diameter length of circle inscribed in an equilateral triangle whose side length is 4 root 3 equal. بص كده السؤال ده. Diameter length of circle inscribed. في الحالة دي، في الحالة دي هو عايز الدايمتر. لما تجيب الدايمتر اعمله divided 2. لما يقول لك inscribed خد الدايمتر اللي هتجيبه حطه divided 2. الشكل ده equilateral triangle صح؟ يبقى 4 root 3 على sin 60. حط الكلام ده على الكالكوليتر 4 روت 3 على ساين 60 يديك 8.
ما هي ال A دي هي 2R اللي هو الديامتر صح؟ هو عايز ايه؟ diameter length of circle inscribed. inscribed خد ال A اعملها divided 2 يديك 4. تمام؟ خلي بالك، خلي بالك من الحتة دي. نكمل. is used to solve triangle given measure of two angles and the length of one side. is used to solve triangle given measure of two angle and the length of side واحد. لما يديك two angle وسايد على طول تشتغل sin law من غير ما تفكر. طب لو اداني three angle مثلا sorry three side، three side هشتغل cosine law. طب one angle و two side هشتغل برضو cosine law. وما نروح للcosine law هشرح لك الكلام ده بالتفاصيل. تمام، تعال نخش بقى على الكوزاين لو. عم الكوزاين لو هو قانونين، قانونين اهو. لو عندك ال A سمول عايزها يبقى A سكوير ايكوال B سكوير بلس C سكوير ماينس 2BC كوزاين ال A. عايز ال B؟ في حد بيسأل؟ طيب تمام، B سكوير ايكوال C سكوير بلس A سكوير ماينس 2AC كوزاين B. عايز ال C؟ يبقى C سكوير ايكوال A سكوير بلس B سكوير ماينس 2AB كوزاين C. الكلام ده امتى؟ لما يكون مديك 2 سايد وانجل واحدة. 2 سايد وانجل هشتغل كوزاين لو بالقانون ده. تمام؟ طيب لو مديني 3 سايد وعايز انجل هشتغل باللوز دي اهي. اهي. وده هيديني كوزاين الانجل، لكن انا لو عايز الانجل فانا هعمل شيفت كوزاين عشان اجيبها. اوكي؟ ولسه قايل لك اهو النوت اهي، لو عندك 3 سايد يبقى كوزاين لو، عندك 2 سايد وانجل كوزاين لو، عندك 2 انجل و1 سايد ساين لو. تعال بقى نشتغل كده نشوف الاسئله على الجزء ده بتيجي ازاي. in any triangle a b c a square plus b square minus c square over 2ab. شوف ايه اللي معمول له ماينس، ايه اللي معمول له ماينس؟ c. يبقى دي كوزاين c من غير ما تفكر. بص كده، in any triangle a b c a square plus b square minus c square equal. تعال نرجع للقانون، ايه اللي معمول له ماينس ال c؟ يبقى كوزاين ال c equal a سكوير بلس b سكوير ماينس c سكوير اوفر 2ab. صح كده؟ صح كده. هو عمل ايه هنا؟ خلى ال a سكوير بلس b سكوير ماينس c سكوير لوحدها، يعني عمل كروس ملتبليكيشن. اعمل كروس ملتبليكيشن كده يبقى كوزاين ال c ملتبلاي 2ab بتساوي ال a سكوير بلس b سكوير ماينس c سكوير. خلاص شيل الاي سكوير والبي سكوير والسي سكوير، هو حاططهم هنا بيساوي ايه بقى؟ بيساوي 2ab كوزاين السي اللي هي دي اهي. تمام. in triangle abc ومديك الريشيو 3 to 2 to 2 وكوزاين السي ايكوال. طيب ما هو هنا مديني الاي مديني ال B ومديني ال C على هيئة ريشيو. خلاص مش انت عايز كوزاين ال A، وكوزاين ال A هي ال B سكوير بلس C سكوير ماينس A سكوير اوفر 2BC. ال B بكام؟ ب 2 يبقى 2 سكوير بلس ال C بكام؟ ب 2 يبقى 2 سكوير ماينس ال A بكام؟ ال A ب 3 سكوير اوفر 2 في B و C كل واحدة فيهم ب 2 يبقى 2 ملتبلاي 2 ملتبلاي 2. كده أنا بجيب إيه؟ بجيب كوزاين الـ A. حط بقى الكلام ده على الكالكوليتر أهو، 2 باور 2 بلس 2 باور 2 ماينس 3 باور 2 أوفر 2 ملتبلاي 2 ملتبلاي 2 يديك نيجاتيف 1 أوفر 8. طب أنت هنا كده جبت إيه؟ جبت كوزاين الـ A. طب لو عايز اجيب الاي ذات نفسها هعمل شيفت كوزاين، بس هو عايز كوزاين الاي فيبقى نيجاتيف 1 على 8. تمام.
تعال نشوف الاكزامبل ده، مديني الاي ب 3 سنتيمتر والبي 4 سنتيمتر والسي، وعايز كوزين السي. نفس الفكر، هروح اهو كوزين السي يعني سكوير بلس بي سكوير ماينس سي سكوير اوفر 2ab. عوض يديك الانسر على طول، شيل الارقام، شيل الرموز بتاعتك وحط مكانها الارقام، يبقى كوزين السي ايكوال الاي بكام؟ ب 3 سنتيمتر، بلس البي بكام؟ 4 سنتيمتر، ماينس السي بكام؟ مديها لي ب 6، يبقى 6 سنتيمتر اهي، اوفر 2 في 3 في 4. حط الكلام بقى ده على الكالكوليتر اهو، 3 باور 2 بلس 4 باور 2 ماينس 6 باور 2 اوفر 2 ملتبلاي 3 ملتبلاي 4 يديك نيجاتيف 11 اوفر 24. تمام، هنشوف اكزامبل كمان. يقول لك تراينجل اي بي سي اف كوزين بي روت 3 اوفر 2 زين كوزين A بلس C. بص بقى اللقطة دي، حضرتك هنا الترينجل بتاعتك عندك 3 انجل، تمام؟ لو انت عندك 2 انجل دول مثلا 110، دي تبقى كام؟ دي هتبقى 70، صح؟ لو مثلا دي ب 90 تبقى دي 90، الاثنين يعني مجموعه. لو دي مثلا كلها ب 100 يبقى دي بكام؟ ب 80. لو عندك 2 انجل، لو عندك جزئين، الجزء ده بيكمل الجزء ده 180، بسمي الانجلز دي سبلمنتري. لو انت بقى رحت مثلا حطيت ساين هنا 110 ايكوال ساين، التكمله بتاعتها عشان توصل 180 كام؟ 70. حط دي على الكالكوليتر وحط دي على الكالكوليتر، هتلاقي بيديك نفس الريزلت بالظبط، زيهم بالظبط، اللي بيطلع هنا بيطلع هنا، تمام. طب لو خليت الساين دي بقى كوزاين، بص لو خليت الساين دي كوزاين، تلاقي الانسر بيطلع هنا ده عكسه، عكسه في الاشاره، تمام. يعني انت هنا لو عندك كوزاين بي بروت 3 اوفر 2، كوزاين اي بلس سي يديك روت 3 اوفر 2 بس بالنيجاتيف عشان هي كوزاين، لو ساين هتطلع هي بالظبط، تمام. تعال نشوف اكزامبل كمان. بيقول لك the cosine of the smallest angle of triangle ABC in which the A 7 وال B 5 وال C 8. احنا قلنا هو عايز اصغر انجل، يبقى انت هتروح تجيب اصغر سايد، مش عايز هنا اصغر انجل، فين اصغر سايد عندك؟ ال 5 ولا ال 8 ولا ال 7؟ ال 5. يبقى انت هتروح عندك 3 سايد، يبقى هتشتغل cosine له. cosine ايه بقى؟ ايه اصغر انجل عايز اجيبها؟ عايز اجيب ال B عشان دي اصغر سايد، فبالتالي هتطلع اصغر انجل. يبقى كوزين بي ايكوال اي سكوير بلس سي سكوير ماينس بي سكوير اوفر 2 اي سي. عوض، روح عوض كده، الاي بكام؟ الاي ب 7، يبقى 7 سكوير بلس السي بكام؟ ب 8 سكوير ماينس البي بكام؟ ب 5 سكوير اوفر 2 في الاي بي 7 والسي بي 8. حط الكلام ده بقى على الكالكوليتر، انت كده بتجيب كوزين بي، حط الكلام ده على الكالكوليتر، 7 سكوير بلس 8 سكوير ماينس 5 سكوير اوفر 2 في 7 في 8 يديك 11 اوفر 14. طب انا ليه ما عملت الشيفت؟ عشان انا هنا عايز كوزين الانجل، مش عايز مش عايز الانجل بس، انا عايز هنا الكوزين بتاعها، يعني انا جبت الكوزين بتاعها فخلاص، تمام. اكزامبل كمان. بيقول لك ان تراينجل اكس واي زد، الواي سكوير بلس الزد سكوير ماينس اكس سكوير ايكوال 2 واي زد. طب ما تيجي نرجع للقانون، ايه اللي معمول له ماينس؟ الاكس، يبقى دي كوزاين الاكس. كوزاين الاكس بتساوي ايه؟ بتساوي واي سكوير بلس زد سكوير ماينس اكس سكوير
over 2x 2y z صح؟ هو هنا عمل ايه؟ عمل كروس مالتيبليكيشن، خلى دي لوحدها، خلى دي لوحدها يعني عمل كروس مالتيبليكيشن، جاب دي هنا فيبقى كوزين x multiply 2y z equal y square plus z square minus x square. هنا هو كاتب دي اهي موجودة اهي اهي اهي، وكاتب هنا 2y z اللي ناقص كوزين x اهي. تمام؟ تعال نكمل. بص كده، in triangle ABC B square plus C square minus A square equal BC multiply. طب ما نرجع برضو للقانون، A اللي معمول له minus ال A، يبقى دي cosine ال A equal B square plus C square minus A square over 2BC. لما اعمل cross multiplication يبقى دي 2BC كوزين ال A equal B square plus C square minus A square. كتب هو دي اهي، وكتب ال BC. ايه اللي مش مكتوب؟ مش مكتوب ولا 2، مش مكتوب الكوزين كوزين A. تمام؟ يبقى 2 كوزين A ده الانسر بتاعي. تعالى نكمل. بيقول لك in triangle ABC ال A equal ال B equal 8، the perimeter of triangle ABC equal 26 سنتيمتر، then measure angle C equal. ثواني، انت عايز ايه؟ انت عندك 3 سايد في التراينجل، مديك واحد فيهم ب 8 والتاني زيه ب 8 برضه، تمام؟ التالت ده تعرف تجيبه؟ مش هعرف اجيبه غير لو هو قال لي معلومه عشان اجيبه بيها. في معلومه قال لي بريمتر، طب ما بريمتر يعني مجموع الثري سايد، مجموع الثري سايد 26، يبقى اعمل 26 ماينس 8 بلس 8 يديك 10، يبقى انت جبت السايد الثالث بتاعك. خلاص معايا 3 سايد وعايز السي، يبقى كوزاين السي ايكوال هجيب ايه؟ يبقى القانون بتاعي a سكوير بلس b سكوير. minus c square over 2ab. عوض ال a بكام؟ انا عندي هنا ال a وال b زي بعض، يبقى يعني مثلا سي دي ال a وسي مثلا دي ال b، يبقى دي c. تمام؟ يبقى انا عندي a square يعني 8 square plus ال b square يعني 8 برضو square minus ال c، ال c عندي ب 10 square over 2 multiply ال a b 8 ال b b 8. حط الكلام ده على الكالكوليتر، ودي كده بتجيب كوزين كوزين السي، يبقى 8 سكوير، حط 8 سكوير بلس 8 سكوير ماينس 10 سكوير اوفر 2 ملتبلاي 8 ملتبلاي 8 يديك 7 اوفر 32. هل انا عايز الكوزين ولا عايز الانجل ذات نفسها؟ عايز الانجل ذات نفسها، يبقى هعمل شيفت كوزين الانسر اللي طلع ده يديك 77 ديجري و 3 مينت، يبقى 77 ديجري بوينت ابروكسيميتلي يعني 4 ديجري. تمام؟ تعالى ناخد اكزامبل كمان. بص الاكزامبل ده كده بيقول لك A supplement C then cosine A plus cosine C من غير ما تفكر زيرو. ايه ده ليه؟ supplement يعني بيكملوا بعض 180. تمام؟ لو انت لسه، انا لسه قايل، لسه قايل لو انت حطيت cosine اي انجل، اي انجل سي مثلا 110 اي انجل، تمام؟ plus cosine التكملة بتاعت دي عشان تيجي 180 كام؟ 70. حط دول على الكالكوليتر يديك 0، يبقى اي 2 انجل، اي 2 انجل سبلمنتري بيكملوا بعض 180، حطيت دي جوه كوزاين ودي جوه كوزاين، الانسر بتاعي يطلع 0. تمام؟
نشوف اكزامبل كمان. دي نفس الفكره لسه واخدين زيها بالظبط بنفس الارقام، ودي برضو بص دي يقول لك is used to solve triangle given lenses of two side and the measure of included angle. مديني two side وangle واحد، يبقى ده كوزاين لو ولا ساين لو؟ كوزاين لو. تمام، هنا مديك triangle اسمه LMN ويقول لك ال square equal M square plus N square minus. ده القانون، ده القانون، القانون بتاعي كان بيقول لو عندي L square square equal M square plus N square minus 2 MN cosine السايد اللي انا بجيبه ده اللي هي ال، من القانون بتاعك عادي جدا. تعال نشوف اكزامبل كمان. K square plus M square minus L square equal، ده القانون، ارجع لكوزاين اللو، ايه اللي معمول له ماينس؟ ال L، يبقى كوزاين ال L equal K square plus M square minus L square over 2KM. كروس ملتبليكيشن بقت ال K square plus M square minus L square لوحدها، يبقى L ناقص كوزاين L في 2KM. 2KM فين فين فين؟ اهي 2KM كوزاين ال L. تمام؟ نكمل. بص كده x y z having x equal 10 سنتيمتر وال y 6 و measure angle z ب 60. عايز ال z small، z small يعني السايد، يبقى z square equal ال 2 sides دول اعمل لهم square. ده القانون، القانون لما يديك 2 sides و angle 10 square plus ال y اللي هي 6 square minus 2 في 10 في 6 في كوزاين 60. حط بقى الكلام ده كله كده على الكالكوليتر بتاعتك، حط كده اهو 10 سكوير بلس 6 سكوير ماينس 2 في 10 في 6 كوزاين 60، تطلع كام؟ تطلع 76. هل انا كده جبت الزد سمول؟ لا، ده انا جبت الزد سكوير سمول. طب اجيب الزد ازاي؟ اعمل روت، روت ال 76 يديك الانسر 2 روت 19، دي 19 يبقى 2 روت 19. بص كده مبدئيا لو انا عندي ان تراينجل اي بي سي بيقول لك كوزاين الاي، لسه قايلين كوزاين الاي، كوزاين الاي يديك ايه؟ يديك ايكوال كوزاين التو انجل التانيين، يديك يعني كوزاين التو انجل التانيين اللي هي بي بلس السي، بس بالنيجاتيف، بالنيجاتيف. خلي بالك لو ساين وساين يبقوا زي بعض بالظبط، مفيش مشاكل من غير نيجاتيف. كوزاين يبقى لازم فيه نيجاتيف قبليه. تمام؟ طيب تعال نشوف اكزامبل اللي بعديه. بص كده الشكل ده يقول لك if area of triangle ABC is x، يعني هو مسمي الاريا بتاعته x، بيقول لك and the radius length of the circumcircle r then 4r x over abc. طيب تاتا 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 تاتا، انت عندك الاكس اللي هي الاريا بتساوي half اي تو سايد، سي مثلا a multiply b multiply sin الانجل المختلفه اللي هي c، صح؟ مظبوط. والساين السي عندك يعني سي على ساين سي مثلا equal 2r، صح؟ صح. ايه رايك لو بدلت دول مع بعض بقت ساين السي ايكوال سي على 2r، صح؟ صح. طيب يعني انا اقدر اشيل ساين السي واكتب مكانها سي على 2r ملتبلاي هنا البي زي ما هي، هنا الاي زي ما هي، هنا الهاف زي ما هي. ايه رايك لو ضربت اللي فوق في اللي فوق واللي تحت في اللي تحت؟ مش دول ملتبلاي، اضرب اللي فوق في اللي فوق واللي تحت في اللي تحت، يبقى هاف يعني هنا 1 a ملتبلاي b ملتبلاي c اوفر اللي تحت في اللي تحت، هنا في 1 هنا في 1
يبقى 2 ملتبلاي 1 ملتبلاي 1 ملتبلاي 2 r يديك 4 r. تمام 4 r. يبقى انت عندك هنا الاكس ايكوال اي بي سي اوفر 4 r. هنا بقى هو حاطط 4 r x اوفر اي بي سي ايكوال ايه. انت عندك الاكس اهي ودي بتاعتها. اعمل كده كروس ملتبليكيشن. لو عملت كروس ملتبليكيشن يبقى اي بي سي اوفر هنا اكس وتروح من هنا. يبقى اي بي سي اوفر اكس 4 r بتساوي ال1 اللي هي دي. خلي بالك عشان كرييتيف شويه. بص دي بيقول لك ان تراينجل اي بي سي ومديني السي بره واي جوه سمول وكوزين بي بلس بي كوزين الاي وبيقول لك بيساوي ايه من الاربع اختيارات دول. طيب هي دي السي اهي ماشي ودي ايه في كوزين بي. كوزين بي قلنا اي سكوير بلس سي سكوير ماينس بي سكوير اوفر 2 اي سي ماشي. لما اعمل ملتبلاي تلاقي الايه هنا دي راحت مع الايه اللي هنا دي اول حاجه. تعالى بقى هنا بلس نحلك بطريقه ثانيه ماشي. هنا البي ملتبلاي كوزين الاي يعني بي سكوير بلس سي سكوير ماينس اي سكوير اوفر 2 بي سي من غير ما تعمل ملتبلاي. لو عملت الدي ملتبلاي مش دي معمول لها ملتبلاي براكت ده يبقى البي دي تروح مع البي دي ورايح دماغك اوفر هنا في سي صح. لو دخلت السي عملت لها ملتبلاي مش ده براكت وفي بينهم بلس. لو دخلت السي فهضربها مره هنا ومره هنا. لما اضربها مره هنا فتلاقي السي دي بتروح مع السي دي والسي دي بتروح مع نفس السي اللي هتخش عليها. فهنا يتفضل اي سكوير بلس سي سكوير ماينس بي سكوير اوفر 2 بلس بي سكوير بلس سي سكوير ماينس الاي سكوير اوفر 2 تمام. الدينومينيتور زي بعضه صح. فتقدر تكتب فراكشن واحد تحت 2 دخل بقى ده على ده وبينهم بلس اي سكوير ماينس اي سكوير يروحوا مع بعض صح. سي سكوير وسي سكوير يطلع 2 سي سكوير عشان الاثنين بوزيتيف. بي سكوير بالنيجاتيف وبوزيتيف يروحوا مع بعض. هنا بقى 2 سي سكوير على 2 2 تروح مع 2 يتفضل سي سكوير يطلع الانسر بتاعك سي سكوير من غير ما تدخل على الفراكشن. اوكي بص بقى اخر جزء عندك. احنا كده خلصنا ساين لو خلصنا كوزاين لو. تعالى ناخد الامبيديوس كيسز. احنا كنا قايلين لو عندك هو بيديك اولا كده تو سايد وانجل واحده وعندك الثري انجلز بتوعك يا اكيوت يا اوبتيوس يا رايت تمام. لو انت عندك الانجل بتاعتك اكيوت فعندك فور كيسز تمام. بتروح تجيب حاجه اسمها اتش اللي هي الهايت. والاتش ده كنت بجيبه ازاي؟ اي ساين بي او بي ساين اي اي سايد في ساين الانجل المختلف بتاعته تمام. قلت لك لو الاتش طلع اكبر من السايد بتاعه اللي هو الانجل مديهولك فيبقى عندك نو سوليوشن ما عندكش سوليوشن. لو عندك الاي ايكوال اتش يطلع 1 سوليوشن. لو عندك الاي اكبر من الاتش الاي اكبر من الاتش واصغر من السايد الثاني فتطلع 2 سوليوشن. لو الاي جريتر ذان اور ايكوال بي 1 سوليوشن تمام. لو انت عندك بقى هو رايت فبقول لك لو البي اكبر من او تساوي الاي يبقى عندك نو سوليوشن. لو عندك هو اوبتيوس الاي جريتر ذان بي يبقى 1 سوليوشن. الاي سمولر ذان بي يبقى نو سوليوشن. وهقول لك طريقه افضل منها دلوقتي حالا تقدر تشتغل بيها من غير ما تشتغل باللوز دي. بص كده بص كده بيقول لك نمبر اوف بوسيبل سوليوشن اوف تراينجل اي بي سي ومديك الانجل اللي اسمها اي ب 60 ومديك البي ب 3 والاي ب 5. بص 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 الحركه دي انت طبعا عارف الطريقه دي انت المفروض متعود عليها. بس بص الطريقه دي كوزاين
كوزين اي دي 60، يبقى هحط كوزين 60 واكتب كوزين اللو بتاعها، مش انا حطيت كوزين 60 والانجل دي اللي هي ايه؟ اللي هي الاي، فيبقى القانون بتاعي بي سكوير بلس هشتغل بكوزين لو سي سكوير ماينس اي سكوير اوفر 2 بي سي. تمام تمام. البي بقى اللي هي كام؟ هو مديني البي ب 3، يبقى دي اقدر اشيلها واحط مكانها 3 سكوير. هنا مديني الاي ب 5، يبقى اقدر اشيل الاي واحط 5 سكوير. هنا اقدر اشيل البي واحط البي ب 3، يبقى 3 سكوير، سوري من غير سكوير. سري بس. تمام. 3 سكوير ماينس 5 سكوير، اعمل كروس مالتيبليكيشن 2 مالتبلاي 3، حط على الكالكوليتر، حط كده كوزين 60، هعمل كروس مالتيبليكيشن 2 مالتبلاي 3 يعني ب 6، يبقى هعمل كوزين 60 مالتبلاي 6 يديك 3 والزق فيها السي. تمام. ده لما اضربه تحت هنا في 1 فيديك نفسه 3 سكوير ماينس 5 سكوير يديك نيجاتيف 16 بلس سي سكوير. تمام. دخل دي السايد الثاني دي سي سكوير صح، دخل دي السايد الثاني فتبقى سي سكوير ماينس 3 سي ماينس 16 ايكوال تو 0. تمام. دي كده شكل الستاندر فورم، الشكل العاطفي اللي انت متعود عليه. حط بقى مود 5 3 على الكالكوليتر او مود 3 3 حسب الكالكوليتر بتاعتك. ماشي. الرقم اللي قدام السي سكوير كام؟ 1. دوس 1 ايكوال، دوس 1 ايكوال. الرقم اللي قدام السي كام؟ نيجاتيف 3 ايكوال. الرقم الفري كام؟ نيجاتيف 16 ايكوال. ودوس ايكوال تاني. ماشي. لو اداك 2 انسر ما يهمنيش الرقم اللي هيطلع، لو اداك رقمين فيبقى عندك 2 سوليوشن. اداك رقم واحد يبقى عندك 1 سوليوشن. اداك اي رقم بقى بس في اي يبقى نو سوليوشن خالص. هنا لما تحطها على الكالكوليتر يديك 2 سوليوشن، رقمين يديك رقمين، يبقى عندك حلين 2 سوليوشن. طب تعالى تعالى انا ما فهمتش، تعالى 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 نحل واحده زيها تاني ونعمل نفس الطريقه بالكوزين لو. هي طويله شويه واطول من اللو دي بس مضمونه. انت هنا ساعات بتتلخبط ما تبقاش عارف تحط ايه مكان ايه ولو طلع ايه، انت متلخبط، لكن دي مضمونه مش هتلخبطك. بص كده، هنا مديني ميجر انجل ال ب 30 وميجر انجل 9 ومديني اللينس بتاع الام ب 9 وبيقول لك هاز تو سوليوشن. هو ان ال ايكوال بص بقى هنا، هنا انت عندك هنا مديك الام ب 9، الام السايد اللي اسمه ام ده ب 9. ماشي. يبقى انت عندك الام ايكوال تو 9 ومديك ال ال ب 30 دي اكيوت، يبقى عندك الاربع حالات بتوعك اهو. تمام. ده السايد المختلف، الام ده السايد المختلف. هنا اكبر من هاز تو سوليوشن، يبقى عندك الحاله دي الاتش اصغر من الاي والبي اكبر. تعالى بقى الام دي اللي هي بالنسبه لي زي البي اكبر صح، اكبر من ايه؟ من الاي. هنا ال هي نفسها ال الاي. تمام. يبقى انا لو عايز اجيب ال ال، عايز اجيب ال ال او عايز اجيب ال اتش، يبقى ال ساين ال ام او العكس ام ساين ال ال. الام بكام؟ ب 9. ساين ال ال 30، حط على الكالكوليتر يبقى 9 ساين 30، حط على الكالكوليتر كده 9 ساين 30 يديك 9 اوفر 2 يعني 4.5. ده الاتش. انت هنا لازم بدل ما هي تو سوليوشن يبقى ال لازم تبقى اكبر من الاتش صح. ال ال اكبر من الاتش، الاتش بكام؟ 4.5. يبقى ما عندكش، ما ينفعش تبقى 2
صح؟ تنفع تبقى 22؟ لا برضو، عشان لازم ال تبقى أصغر من ال m. إيه الرقم اللي أصغر من ال m هنا؟ مفيش غير ال 6. ال 10 أكبر من ال m. تمام؟ هنشوف example كمان. كده خلصنا؟ طيب اوكي. دلوقتي مع باشمهندس محمد علاء، ميز نفسك واحضر في اقرب مكان ليك، في الشيخ زايد او اكتوبر او شبرا او الهرم او التجمع او مدينه نصر او مصر الجديده. مع باشمهندس محمد علاء هتقفل ماث بدون عناء. للحجز والاستفسار